استشهاد 6 عسكريين إماراتيين في تصادم آلية عسكرية أثناء أدائهم الواجب. أرامكو السعودية تختار بنوكا دولية ومحلية للتعامل مع طرحها العام الأولي. الجيش الوطني الليبي يتصدى لهجوم على قاعدة الجفرة من ميليشيات إرهابية. هيئة الانتخابات التونسية تتخذ إجراءات لمنع التجاوزات في يوم الصمت الانتخابي. الحكومة المصرية تنفي تطبيق التأمين الصحي الشامل بجهات بعينها دون غيرها. رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو يستقيل من حزب العدالة والتنمية. رئيس الوزراء البريطاني يعتزم إجراء محادثات بشأن بريكزيت مع رئيس المفوضية الأوروبية الاثنين.